الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أجعلتنا من أمة أخرجت من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما يسرت لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم فإنك خير الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة بالقرآن العظيم فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا بالقرآن العظيم فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا بالقرآن العظيم فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم فإنك خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت.
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا درا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أسر لنا شأننا كله، شأن الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الله أمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ويا مدبر الليل والنهار، ويا محول الحول والأحوال، اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم إنا رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا، وعاف شيخنا وعاف أولاد شيخنا، وعاف أساتذتنا وعاف والدينا، وعاف إخواننا وعاف أخواتنا، وعاف أزواجنا وعاف أولادنا، وعاف من أحسن إلينا من جميع البلاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا عزيز يا منان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين. إلى العالمين پنج محبوب جي صدقي ۾ اسان کي رمضان شريف جو قرآن ڪريم جو برڪت نصيب فرمائي. الله آمين. كريم رب پنهنجي رحمت سان اسان جي بخشش فرما. الله آمين. الٰه العالمين پنهنجي مهرباني سان اسان جي بخشش فرما. الله آمين. مولا كريم اسان جي روزن کي، اسان جي تلاوتن کي، اسان جي عبادت کي پنهنجي بارگاه ۾ قبول فرما. الله آمين. مولا كريم اسان سڀني سان لطف ۽ باج فرما. الله آمين. كلام پاڪ جي صدقي ۾ كريم رب صالحن بارن جي صدقي ۾ اسان کي گناهن جي معافي عطا فرما. الله آمين. اسان جا صغيرا كبيرا گناه معاف فرما. الٰه العالمين پريشان حالن جو پريشاني دور فرما. الله آمين. مولا كريم اسان ۾ جيڪي بيمار آهن سڀني کي شفا عطا فرما. الله آمين. اسان کي ظاهري باطني روحاني جسماني مرضن کان شفا کامل عطا فرما. الله آمين. الٰه العالمين اسان کي دين ۽ دنيا جو ڀلائي نصيب فرما. الله آمين. اسان جي دنيا ۽ آخرت بهتر فرما. الٰه العالمين بے اولادن کي نيڪ ۽ صالح نرينا اولاد عطا فرما. الله آمين. الٰهي جيڪي سوالي آهن سڀني جا سوال پورا فرما. الله آمين. كريم رب زمين آسمان جي مصيبتن کان هڪ زمان عطا فرما. الٰهي اسان کي صحت تندرستي آخرت ايمان جي سلامتي نصيب. الله آمين. الٰه العالمين حضرت سردار جو خير فرما. الله اكبر. صحت عافيت ۽ عزت ۾ برڪت عطا فرما. سدن آل اخوان ۽ جماعت جو خير فرما. الهي جماعت جي ککر بچن جو خير فرما. الله آمين. جماعت جي مال ۾ رزق ۾ ايمان ۾ صحت ۾ برڪت عطا فرما. الٰه العالمين درگاه شریف جي فيوز ۽ برڪات کي تا قيامت جاري ساري فرما. الله آمين. سڀني کي درگاه شریف جو ادب ۽ فيض نصيب فرما. الله آمين. الٰهي اسان جي والدين ۽ استادن جي مغفرت فرما. الله آمين. انهن کي صحت تندرستي عافيت عطا فرما. الله آمين. اسان جي اولاد کي نيڪ صالح سعيد بنا. الٰه العالمين اسان جي ملڪ پاکستان جو خير فرما. الله آمين. كريم رب پاکستان کي تا قيامت سلامت رک. پاکستان جي دشمن کي نيس ۽ نابود فرما. كريم رب اسان کي نيڪ ۽ صالح حڪمران عطا فرما. الله آمين. الٰه العالمين پاکستان جي محافظن جو خير فرما. الله آمين. امت مسلمہ جو خير فرما. الله آمين. كريم رب جتي جتي مسلمان تکلیفن ۾ آهن، مولا انهن جو پريشانيون تکلیفون دور فرما. الله آمين.
انہاں کے کفار جے ظلم کا نجات عطا فرما آمین کریم رب مسلمان ان کے پان میں بدی اتفاق نصیب فرما الہ العالمین پنجے رحمت سان پنجے محبوب جے صدقے میں اساں دی دعاؤں کے پنجے بارگاہ میں قبول فرما اللہ آمین بے بارگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا آمین على وجهه أهدى أما ينسي أما ينسي سبي الله صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تستعجلون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أشمل فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين वञो तोड़े सिख सजना नाहे लांदे हजार दफा वञो तोड़े सिख सजना नाहे लांदे हजार दफा वञो तोड़े ओ हलो ता हलों ओडे ओ हलता हलों ओडे जड़ीए भैया चवंदे हजार दफा वञो तोड़े सिख सजना नाहे लांदे हजार दफा वञो तोड़े ओ हलो ता हलों ओडे ओ हलता हलों ओडे जड़ीए भैया चवंदे हजार दफा वञो तोड़े सिख सजना नाहे लांदे हजार दफा वञो तोड़े اے پنھل پگارو نارو وا پیارو اے پنھل پگارو نارو وا پیارو او جیے سائیں کلنگی وارو اے جیے سائیں کلنگی وارو دیا